أعلنت الفنانة هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم الخميس 18 مارس 2021، وقالت: أي حد شافني أو اتعامل معايا يا ريت يحلل ويطمن على نفسه، أنا أجريت مسحة كورونا والنتيجة إيجابية. كانت أجرتها عشان هي مسافرة فلقيتها إيجابية، فعملتها مرة تانية لقيتها برضو إيجابية، فطبعا غيرت الخطط بتاعتها كلها. ربنا يشفيها ويشفي الكل، كورونا بيتوحش حاليا، خلي بالكم من نفسكم. وهنشوف بقى أسرار ليلة الزفاف. وقالت هنا الزاهد: ما شفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت، في إشارة لمع حدث معها من مرض في شهر العسل مرورا بوفاة زوج والدتها الفنان طلعت زكريا ومشادات مع المتابعين. وأضافت هنا الزاهد: قبل الفرح بدقايق كنت مرعوبة ومش مصدقة إني هتجوز، كمان كان في واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية وما كنتش أعرفه، وكان في ناس كتير ما نعرفهاش في الفرح. وكشفت الفنانة هنا الزاهد كواليس يوم زفافها على الفنان أحمد فهمي قائلة: في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباحة، وأضاف: كان عنده صداع يوم الفرح. وأكملت هنا الزاهد: فستان الفرح اتقطع أول لما دخلت القاعة، وأي حاجة كانت بتحصل في الفرح ما كنتش بركز فيها. وقالت هنا أثناء اللقاء: كل الأحداث حصلت في شهرين، وفي الفرح أنا كنت بتنطط من الفرحة وكنت مبسوطة قوي، وكان أحمد بيقول لي حاجات بتضحك وإحنا بناخد الفوتو سيشن. وأضافت هنا الزاهد: أنا كنت مرعوبة في الفرح، إيه ده أنا بتجوز بجد؟ كنت مخضوضة جدا. وأحمد كان في البسين يوم الفرح الصبح وجه في الآخر بيقول لي: أنا عايز أنام قوي ومش قادر. وأكدت هنا أن حفل الزفاف كان فيه عدد كبير من الحضور لم تتم دعوتهم بشكل شخصي ولا تعلم من هم. هنا أثناء اللقاء مع منى الشاذلي وهي بتحكي القصص الغريبة دي، وهنا مع إخواتها وهم بيلعبوا لعبة مع منى الشاذلي. كما كشفت هنا الزاهد عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمت بها، موضحة أنها استعدت بعد الزفاف للسفر مع زوجها الفنان أحمد فهمي لقضاء شهر العسل في سنغافورة، إلا أنها شعرت بآلام خفيفة في منطقة الظهر بعد صعودها على متن الطائرة، لافتة إلى أن هذه الآلام اشتدت عليها بعد التحليق في الهواء، ولذلك دخلت في نوبة صراخ بعد امتداد الألم إلى بطنها. وأضافت أن مضيفة الطائرة ظلت تبحث بين الركاب على طبيب يمكنه معالجة الأمر، إلا أنها لم تجده للأسف، ولذلك ظلت تعاني طوال الرحلة من شدة آلامها، مشيرة إلى أنها طلبت من زوجها بعد 4 ساعات ونص الهبوط في أي دولة لتلقي العلاج، إلا أنه لم يستطع فعل شيء وكان عاجزا تماما عن التصرف. وأشارت إلى أنها تناولت العديد من المسكنات في الطائرة مما ساعد حالتها على التحسن بعد وصولها إلى سنغافورة، ولذلك قررت بدء شهر العسل بزيارة أحد الأماكن المشهورة هناك، لكنها شعرت بأن حرارتها ترتفع شيئا فشيئا واضطرت للعودة للفندق، لكنها لم تتحمل ووقعت على الأرض فور وصولها، مما دفع إدارة الفندق لتوفير كرسي متحرك لها لسهولة تنقلها، مشيرة إلى أن زوجها خرج في الشوارع باحثا عن مستشفى ظنا منه بأنها تعاني من التسمم، إلا أن الطبيب أخبره بعد ذلك بأنها تعاني من حصوات في المرارة ويجب استئصالها بعد معالجة الالتهاب الشديد. وفي نفس السياق أكدت أنها مكثت في المستشفى السنغافوري 5 أيام بدون طعام أو شراب، واضطرت لقطع شهر العسل والعودة لمصر لعلاج الالتهاب واستئصال المرارة. ومن ناحية أخرى كشفت الفنانة هنا الزاهد كواليس أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان أحمد فهمي قبل زواجهما في مسلسل الواد سيد الشحات، وأشارت هنا الزاهد إلى أن كواليس هذا المشهد تضمن مشاجرة
حقيقية بينهم عندما نادت بصوت عال على المكير لكي يهتم بشعرها، وقالت: كانت الباروكة اللي لابساها مش مظبوطة وكنت خايفة تبان في التصوير، فناديت بصوت عالي على المكير عشان يظبطها. مضيفة: وفجأة زعق لي أحمد فهمي وقال لي: ما تعليش صوتك في الاستوديو. وقال لي: إيه اللي بتعمليه ده؟ وما تعليش صوتك. قلت له: أنت مالك؟ واتخانقنا جوه الاستوديو قدام الناس. وقال: الاستوديو هنا ليه احترامه، وأنا أقول له أنا محترمة. ولفتت هنا الزاهد إلى أن فهمي ظل غاضبا منها طوال المشهد، وكان لا ينظر إليها، وفي النهاية بادر بمصالحتها. كما اعترفت الفنانة هنا الزاهد أنها كانت تفتش في هاتف أحمد فهمي وتقرأ رسائل الواتساب الخاصة. وقالت هنا الزاهد خلال حلولها ضيف على برنامج معكم من تقديم منى الشاذلي، والذي كان يعرض عبر قناة سي بي سي مؤخرا، أن أحمد فهمي عرف أنها تفتش في هاتفه، لذا قام بتغيير الباسورد ولم تستطيع فتحه بعد ذلك. وحكت أنها كانت تخبره أن شحن هاتفها انتهى، وتأخذ هاتفه وتقلب في الرسائل، وذات مرة انزعجت من أمر ما وتشاجر. وأضافت أن دانيا زوجة كريم فهمي دائما ما تنصحها بأن تتابع رسائل الواتساب على هاتف زوجها، لكنها لا تعرف الآن. أما عن الغيرة من المعجبات فقالت أنها لا تغير كثيرا، لكنها لا تحب أن تأتي فتاة لتسلم على أحمد فهمي وتحضنه وبدوره يحضنها عند التقاط الصورة، هذا الأمر يزعجها. نشرت صديقة الفنانة هنا الزاهد مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستغرام، تجمعها بصديقتها الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي في أول ظهور لهما بعد الفرح في منزلهما. وقامت صديقتها بنشر هذه الصور من داخل عش زوجية هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا. هنا من داخل المنزل طبعا مكيف، ودي الصور اللي نشرتها مع هنا الزاهد من حوالي ساعة، ودي الهدايا مكتوب حرف H و A عليهم، بالونات جميلة بنفس حروفهم، ودي صورة تجمعهم مع هنا الزاهد وجوزها، ودي صورة كانت قديمة شوية تجمعها بهنا الزاهد وأحمد فهمي. أخرى عبر الفنان أحمد فهمي عن غضبه الشديد بسبب كثرة الشائعات حول المرض الذي لحق بزوجته هنا الزاهد فجأة خلال الأيام الأولى لشهر العسل، حيث قرر بنفسه توضيح الأمور للجمهور من خلال منشور عبر حسابه على الفيسبوك. وأعاد أحمد فهمي نشر مقطع فيديو منتشر بقوة عبر السوشيال ميديا يلمح لإصابة زوجته بفيروس وباستغلال الزوجين لمرضها بغرض لفت الانتباه، مما دفعه للرد بقوله: تفضلوا يا جماعة، شوفوا احنا عايشين في وسط ايه، فيديو استثمار مرض وكل المعلومات غلط، ولا غيرت مواعيد الفرح ولا هي عندها فيروس ولا اي كلام من ده، حسبي الله ونعم الوكيل. وأكمل الممثل المصري في منشوره عبر الفيسبوك: أنا مش بديله قيمة يا جماعة، أنا بوريكو بس. هل دي نوعية المفروض إني أحترمها زي ما بتطلبوا مننا كفنانين؟ إحنا متبهدلين في المستشفيات وده بياكل على قفانا عيش بالكذب، لسه عايزني أبقى محترم مع الناس ديه؟